my channel, we are gonna do a highlight and contouring tutorial. We're gonna use different types of products, different types of brands. So please, ما راح أعدون هلا شو هن البراندز أنا وعم بعمل التوتوريال حتشوفون تحت. Okay? So I'm gonna start with my primer. هيدا السامبل تبع إيف سان لوران. صراحة ما كان بدي اشتريه على الفاضي بدون ما جربه, so I'm gonna try it أول شيء. إذا عن جد حبيته so ححط على الوش كله. It gives this matte finish. There we go. وأكيد ما بننزل الرقبة. كأول تجربة عن البرايمر حسيته منه عاطل. So بدي انطر شوي بس تقدر خلص الميك اب واقعد فيه وقت طويل شوي تقدر اتاكد انه هو ظابط و اتس جود. هلا بدي بلش بالكونتورينج. اول شيء بدي اعمله هو هذا ستيك اللي جبته امبارح بعدني ماني مجربته صراحه من وجوه بنفيت, بس انا كالعاده بنفيت از جست اميزنج. سو اول شيء رح اعمله هو رح احط على my cheekbones, تحت cheekbones شوي, وبدي احط تحت هون كمان كمان نفس الشيء هون وهون وشوي هون on the nose. دايما لما بتكون تشتري contouring or highlighting stick بتكون تتأكدوا انه يكون 2 degrees darker for contouring و 2 degrees lighter for shade for highlighting. هلا رح بلش بالبلندينج الكونتورينج. I don't want to blend it كتير, it's just shading. So بس هو ذاته عم ظبطه بس عم خفف لونه. برجع لكم بعتذر على الاصوات اللي رح تسمعوها واللي سمعتوها قبل. عم نجرب قد ما فينا نظبط قد ما فينا الاصوات, اصوات الموتور عم يقطع. بعد ما حطينا الكونتورينج هلا بدي بلش بالهايلايت. هلا الهايلايت انا اللي بستعمله هو ماي كونسيلر, هو NW20 من MAC. It's a pro long concealer. مثل ما قلت بالتوتوريال الأول إنه أنا عندي هوس بهذا الكونسيلر ما بستعمل غيره. رح استعمل سبونج هالمرة أنا وعم بحط الكونسيلر. ما حطيت كتير على السبونج, ما بدي يبين كتير لأنه بعد ما تنسوا بدنا نحط باودرز بالآخر. So دايما بدي أعمله هو a V shape. V shape بكبر بيعطي هايلايت اكثر. The reason ليش انا استعملت a V shape and usually most people بيستعملوا V shape هو لانه ما بيركز بس على تحت العين يعطي اكلا, بيركز كمان على الخدود. Everyone knows انه رح نحط هايلايتر كمان على الخدود تيبرزوا الخدود. So هذا الكونسيلر بدكم تستعملوا شوي بسرعه لانه بنشف, بس what I like about it انه لما ينشف ما بقى فيكم تهزوه ابدا. تعملوا هايلايت, الهايلايت هو يبرز الوجه والكونتورينج هو يعمل شيدينج على الوجه. انا هلا عم ببرز الفيتشرز اللي بدي اياها تبين اكثر شيء, وبالشيدينج عم بخبي المحلات اللي بدي صغرهم بوجهي اكثر. اوكي, بعد ما اخلص من الهايلايت ان كونتورينج بالكريمي بدي بلش هلا بالفاونديشن. بالفاونديشن ما بدي احط كتير فاونديشن على وجهي, سو عم بحط بس دوتس صغيره. سو خففت شوي من الفاونديشن. The only reason is because ما بدي اخبي الهايلايت والكونتور اللي انا عملته. ودايما بحب احط على شفافي
بس so it could unify the color of my lips. تقدر لما بدي احط لبستيك ارجع مثل ما شفتوا انه الفاونديشن عندي خبى كل شيء imperfections بوجهي بس ما خبى الشيدنج تبع الكونتورينج والهايلايتنج. بهالطريقة بنكون خلصنا الفاونديشن. هلا بدنا نبلش بالبرونزر للوجه. بدي استعمل برش مثل البلاش بس تحط الفاونديشن البرونزر على وجهي. تابينج انا بستعملهم وبرجع I just blend okay. كل المحلات اللي حطيت فيها contouring على وجهي عم برجع احطها عليها البرونزر بس عم بحط انجا بس شوي. اوكي بعد ما خلصت من البرونزر هلا الباقي كله بده يكون هايلايت. سو راح استعمل لوس باودر هايلايتر كمان راح استعملها بالبرش تبع البلوش بس عم بحط بس على طرفها من فوق مثل ما شايفين. الباودر هو شغلته يثبت الكريم اللي محطوط من تحت اللي محطوط تحته. There we go. بعد ما خلصت هلا بدي احط بلاش اسمه جينجرلي من ماك. عم بحط بس شوي على بطن الريشه. Tap it off, tap the excess off. And then بلش من نص الخد وفوق واطلع لبرا. Tap the excess. نص الخد. اوكي وهلا راح استعمل الهايلايت الهايلايتر اللي انا عندي هوس فيه. سو بينحط بهيدي الطريقه. سو شفت قد ايه هالنقطه بتاعت الريفلكشن مش طبيعيه مش معقوله حلوه. سو انا بحب شخصيا صراحه احط على على الخدود حتى لو it looks like this glowy effect بس انا صراحه بحبه يعني the sweat effect اذا بدكم. اوكي بين واكيد شوي بس على المنخار. سوري على الاصوات عن جد سوري. فوق الشفاف شوي. كل البرودكتس اللي استعملتون واذا ما ذكرتون رح يكونوا على الديسكريبشن بوكس تحت. There we go. بنكون هلا خلصنا الهايلايت والكونتور بس I'm just gonna have a small touch of lipstick على شفاف. امبارح اشتريته فابي عندي هوس فيه حتى صراحة ما بحطه مع 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 ليب لاينر ابدا. There we go. So هذا كانت the end of my tutorial about highlighting and contouring. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. كل الديتيلز تبع البرودكتس والبراندز اللي استعملتون رح يكونوا بالديسكربشن بوكس تحت. مثل ما سبقت وذكرت انه كل contouring and highlighting بيختلف على different types of faces. So اذا بتحبوا يكون في for different types of faces comment it below ورح جرب قد ما فيني اعملها. Until next time my friends.